اقول لك تعال نسيب الملف ده كله ونروح على كاس العالم ونبتدي كمان كلامنا بالاربع منتخبات العربيه اللي هتشارك في المونديال قطر 2022، وتعالي نبتدي بصحبه التنظيم وصحبه الارض قطر وتوقعاتك مش بس الحفل الافتتاح، توقعاتك كمان في حسن تنظيم الفعاليات على مدار ايام البطوله. بص انا متاكده ان 1000000% النهارده هنشوف حفل افتتاح عالمي رهيب خيالي بجد. الامكانيات بتفرق برضه. وهم أكيد. هم عاملين شغل بقالهم فتره طويله طبعا، عاملين طبعا. شغل جيد جدا، عاملين شغل رائع. احنا بنتفرج على السوشيال ميديا بنشوف الافتتاح الفان زون امبارح للجماهير، الحفلات، التنظيم نفسه، زمايلنا الصحفيين والاعلاميين، مركز متكامل، مركز اعلامي متكامل متوفر فيه كل الامكانيات وكل سبل الراحه علشان يقدروا ان هم يغطوا البطوله. طبعا ده صحافه العالم كلها هتبقى موجوده بالظبط. اول مره كاس العالم ينظم في بلد عربي طبعا. فكل العالم ده بجد كل العالم منتظر يشوف البلد العربي دي هتعمل ايه، بغض النظر ان الكثيرين يعني في اوروبا للاسف منتظرين السقوط يعني، او منتظرين مين اللي منتظرينه؟ في اوروبا يعني ناس كتير او كثيرين يعني منتظرين انه التنظيم ما ينجحش يعني، عشان اختلافات بقى ثقافات. احنا شفنا حتى تصريحات كتير قوي لمدربين المنتخبات وكباتن المنتخبات هم معترضين اصلا ان البطوله تتلعب في بلد عربي، معترضين على توقيت البطوله نفسه، معترضين طبعا على بعض المحظورات اللي هي قطر، اللي هي طبيعه بعض الجماهير وبرضه حاجات ليها علاقه بالمشروبات المقدمه بالظبط كده. على الجانب الاخر يعني زي ما في كده في ناس تانية لا احترمت ده يعني، قالت انا رايح العب في مكان ما هو ليه عاداته وتقاليده انا لازم احترمها، زي ما هو لما يجي عندي انا ليه عادات وتقاليد مثلا هو مجبر ان هو يحترمها. وابتدينا نشوف فيديوهات لمجموعه من المشجعين من جنسيات مختلفه اللي هم ابتدوا يتواجدوا بالفعل في قطر، عاملين فيديوهات كتير على السوشيال ميديا بيتكلموا فيها بان حتى المتضرر منهم، مثلا كان في واحد منهم متضرر من موضوع المشروبات الكحوليه وعدم وجودها واثناء المباريات وكلام من ده، بس الحقيقه كان بيتكلم بصيغه ان طيب طالما ده نظام الجماعه هنا يبقى نلتزم بيه ونحترمه. بالظبط. حد ثاني كان عامل فيديو كان وقت الفجر، كان في اذان الفجر ومصور الفيديو وفي خلفيته هو بيصور احد المساجد في الدوحه، وكان بيتكلم الحقيقه باستحسان فكره ان الاذان، يعني في حاجات لطيفه ابتدينا نشوفها. بالظبط دي مقصوده اصلا. يعني قطر هم قاصدين موضوع الاذان واختاروا بعض المؤذنين بعنايه علشان وقت الاذان يبقى صوتهم حلو صوتهم عذب. هم كمان عاملين زي تعاليم، حاطين احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام بالظبط كده ومترجمه، عاملين باركود لاي حد ممكن يدخل على الموبايل يتعرف على تعاليم الدين الاسلامي. نرجع لموضوع المنتخبات العربية، احنا عندنا طبعا اربع منتخبات، عندنا قطر والسعودية وتونس بس لسه ما دخلناش في تفاصيل قطر والمجموعة اللي معانا، هي مجموعة هقولك معاها مجموعة لوز هقولك عايز اقولك بس ان تونس طبعا قطر دي اول مشاركة ليها في المونديال، لكن السعودية وتونس والمغرب دي المشاركة السادسة لكل واحدة فيهم، وهم اكتر المنتخبات العربية مشاركة في نسخ المونديال يعني. قطر طبعا في المجموعة الاولى معاها الاكوادور ومع السنغال ومعها هولندا. فطبعا تقايل كلهم ايه تقايل مجموعتها مش سهله، بس خدمها ان هي هتلعب الاكوادور في اول مباراه. تدريج يعني. المباريات يعني انا شايفه ده يعني بالظبط، انا شايفه ان ده مهم جدا حتى في مع باقي المنتخبات العربيه يعني. افضل ليها الاكوادور من ان هي كانت تلعب السنغال اول مباراه او كانت تلعب هولندا اول مباراه. ودي مباراه افتتاحيه، مباراه على ارضي برضو انا عايزه اكسب او على الاقل اطلع بنتيجه ايجابيه، فطبعا هتفرق معاها جدا يعني. لكن فرصها في الصعود ايه بقى؟ فرصها في الصعود صعبه شويه. ولو ان حظوظ السنغال بعد اصابه ساديو ماني الموضوع اختلف شويه.
اصابه ماني بكل تاكيد هتاثر معنويا على الفريق بشكل سلبي. شفنا كاليدو كوليوبالي مدافع المنتخب السنغالي اكد حتى الكلام ده وقال انه ان احنا هنلعب المونديال بدون ماني الموضوع مش هيبقى سهل، لكن طبعا علينا ان احنا نتماسك وان احنا نركز وان احنا نحاول يعني الفوز في المباريات، بس مش يعني الموضوع مش هيفرق معاهم فنيا بس، لا هيفرق معاهم معنويا. ماني هو نجم السنغال الاول، فغيابه طبعا وعدم، وهو القائد كمان، فغيابه وعدم وجوده مش هيبقى امر سهل على السنغال. في اسماء مهمه قوي مش هتشارك في النسخه دي من المونديال للاسف، يعني في ايه؟ اسماء تقيله واسماء مهمه ولاعيبه منتخبات بلادهم معوله عليهم بقدر كبير، يعني برضو ما اعرفش مدى صحه الكلام اللي سمعنا ان كريم بنزيما كمان مش هيشارك مع منتخب فرنسا نتيجه الاصابه. للاسف رسميا استبعد، للاسف حظه سيء قوي طبعا. حظه سيء جدا جدا، يعني كمان هو كان غايب عن المونديال اللي فات، هو ما كانش مع فرنسا في تتويج 2018. بس الغيابات دي هتدي فرصه بقى لكريستيانو رونالدو وميسي ان هم يولعوا الدنيا ان شاء الله، هيبرطعوا في المونديال ده ان شاء الله. انا اتمنى اصلا النهائي يبقى البرتغال والارجنتين، اتمنى ضرب نار يا منى، نهائي تاريخي. وبعدين هيبقوا ماتشين في ماتش، يعني ماتش بين المنتخبين وماتش تاني فردي، رونالدو وميسي بالظبط. طبعا. وناس كتير اكدت ان غالبا ده هيكون المونديال الاخير بالنسبه لهم هم الاثنين غالبا. فانا نفسي نشوف نهائي بالشكل ده، هيبقى فعلا هيبقى ده نهائي، هم الاثنين يستحقوا ان يكون خير ختام لمشوارهم الحقيقي. بالظبط بالظبط. طب تعالي بقى نروح للسعوديه، هل السعوديه اسعد حظا نسبيا بالمقارنه بقطر فيما يتعلق باسماء ال لا خالص، السعوديه معاها برضو تقايل، يعني مع الارجنتين والمكسيك وبولندا. معاها الارجنتين، الارجنتين واحد من المنتخبات المرشحه ان هي تتوج بالمونديال، وللاسف هي اول مباراه ليها هتبقى مع الارجنتين. فمش سهل، عشان كده انا قلت لك في الاول ان ترتيب المباريات للمنتخبات العربيه هيفرق جدا. بس بصي، السعوديه عندهم كوره حلوه ومدرب حلو جدا، سريعة وعندهم جهاز فني مميز وعندهم اسماء تقيله، بس الى اي درجه بالمعطيات دي يقدروا يصدوا مع الارجنتين؟ صعب، فرق سرعات. لا صعب، فرق سرعات، فرق خبرات، فرق حاجات كتير قوي. فلا يعني مش ما كانش في صالح السعوديه ان هي اول مباراه ليها تبقى مع الارجنتين يعني. بس مدربهم برضو يعني وصل قبل كده كمدير فني ايام ما كان بيدرب المغرب، وصل برضو وشارك في كاس عالم قبل كده. بالظبط. النوع ده من الرفايع انجاز التعبير بتفرق، فكره ان يكون معاكي مدير فني عنده خبره سابقه في التعامل في كاس العالم بصفه بدون خاصه؟ بدون شك، اكيد اكيد. لما يبقى معايا مدرب ليه خبرات قبل كده في المونديال او شارك قبل كده في كاس العالم، فعنده خبره، ف عارف يا كريم، تبقى يعني زي ما بالظبط كده لما تبقى داخل مكان لاول مره وداخل مكان انت معتاد عليه، فبيبقى فيه الفه او بيبقى فيه خبره او بتبقى اتعلمت حاجات. فاكيد اكيد طبعا رينار اتعلم من التجارب اللي ليه قبل كده، اكيد هي خبراته دي اكيد هينقلها طبعا لعيبه المنتخب السعودي. ولكن برضو ده في رايي او في وجهه نظري، يعني المنتخب السعودي غير المنتخب المغربي ايام ما كان مع رينار، لا في فرق. اعتقد انه خبرات ومهارات المنتخب المغربي اعلى شويه من المنتخب السعودي، فاعتقد الوضع هيبقى مختلف ما بين هنا وما بين هنا يعني. طيب نروح بقى لثالث المشاركات العربيه وثالث الدول العربيه اللي هتشارك في فعاليات المونديال، تونس في المجموعه الرابعه، وهيكون معاها برضو مع اسماء برضو مش هينه، معاها الدنمارك ومعاها فرنسا ومعاها استراليا. يعني برضو شايفه المنافسه في المجموعه هي طبعا من سوء حظ تونس ان هي وقعت في مجموعه فرنسا حامل اللقب طبعا. ولكن هنا بقى خدمتها قرعه المباريات، هي هتلعب برضو ترتيب الماتشات. فرنسا هتلعب فرنسا في الاخر. اوكي. اعتقد الدنمارك الاول بعدين استراليا، بس الاكيد فرنسا في الاخر، فهيبقى عندها فرص يعني على الرغم ان هي هتلعب مع فرنسا. وبالمناسبه يعني انا اعتقد برضو ان المجموعه دي هيبقى فيها مفاجاه كبيره جدا. اشمعنى المجموعه دي اللي قلتي ان هيبقى فيها مفاجاه؟ فرنسا على الرغم ان هي حامل اللقب واحد المنتخبات المرشحه ان هي طبعا تكرر الانجاز، ولكن طبعا زي ما احنا ما قلنا بعد اصابه كريم بنزيما
اعتقد الوضع هيختلف والحسابات هتختلف جدا مع ديدي ديشامب. فقدان كريم بنزيما في الوقت ده بفورمته دي ضربة قاسمة بالظبط، بفورمته اللي وصل لها مؤخرا، بانه عنصر خبره، عنصر مهم جدا جدا، اعتقد صعب جدا. فرنسا عندها غيابات تانية، ولكن كان من السهل ان هو تعوضها. نجولو كانتي، بول بوجبا، كيمبيبي، ممكن يبقى في بدائل اخرى، لكن بنزيما. وعلى الرغم طبعا ان هجوم المنتخب الفرنسي هجوم مرعب يعني، لكن بنزيما اعتقد هيفرق جدا معنويا وفنيا. طبعا طبعا، ما فيش شك في ده. فاعتقد تونس، رجوع للمنتخب التونسي، برضو في الى حد ما في انسجام بين اللعيبه يعني، وعندهم برضو اسماء لعيبه مش قليله، علي معلول، فرجاني ساسي، المراكز دي يعني، في شويه لعيبه برضو عندهم التاتش الدولي حاضر. فالى اي درجه برضو اللعيبه دي ممكن يفرقوا مع المنتخب التونسي؟ نتمنى طبعا ان هم يفرقوا، نتمنى ان هم يقدموا اداء جيد، اداء رائع. نتمنى ان تونس يبقى ليها حظ النسخه دي ان هي تتاهل من دور المجموعات، لان هي ولا مره قدرت ان هي تتاهل من دور المجموعات، على الرغم ان هي اول منتخب عربي يحقق فوز في كاس العالم، لما كانت فازت على المكسيك 3-1 في نسخه 78 كانت 78. فاعتقد يعني انا نتمنى طبعا ان هي تكسر العقده دي، لان هي للاسف ما قدرتش تتاهل من المجموعات خالص ولا مره، على عكس السعوديه والمغرب. يعني السعوديه قدرت ان هي تعدي المجموعات كانت في نسخه 94، والمغرب برضو قدرت ان هي تعدي المجموعات مره في نسخه 86. على ذكر المغرب، ايه وضعها في مجموعتها؟ المغرب بقى أسوأ منتخب في ترتيب مبارياته. كرواتيا، بلجيكا، في كندا. كرواتيا في بلجيكا صعب قوي، ضربتين ورا بعض يعني. كرواتيا طبعا وصيف العالم. أيوة طبعًا. بلجيكا طبعا منتخب تقيل جدا جدا، بغض النظر يعني انه منتخب نحن بس سيبك انت طبعا. فالمغرب اسوا المنتخبات في ترتيب المباريات بتاعتها يعني. نتمنى ليها، انا يعني شخصيا يعني اتمنى ليها يا رب كل التوفيق.